هذه المرة عاليا نحو السماء، أسراب من الجراد فوق مدينة دمار قادمة من شرق القارة السمراء. قليلة العدد كما يبدو، لكن في بعض الأحيان يمكنها أن تحجب رؤيتنا عن الشمس. الأطفال والشباب في رحلة صيد هذا اليوم تنتهي عند الغروب. سيعود كل إلى منزله بحصة قد تكفي لوجبة واحدة أو لوجبات عدة. يعرضون محاصيلهم على بعض، يتفاخرون ويهنئون أنفسهم على هذه النتيجة. حتى هذا الطفل حصل على حصة بعد يوم حافل بالمطاردة والنظر إلى الأعلى. إنه راض تماما، نفوس يملأها الفرح عند النظر إلى هذه الأجواء. فهذا الجراد الصحراوي يشكل وجبة لذيذة لهم، وآخرون في نفس المدينة ينتابهم الخوف. إنهم مزارعون، وهذه الأسراب ستدمر نتاج أشهر من العمل في الأرض. يهدد الجراد الصحراوي الأودية والقيعان الزراعية في محافظة دمار، والتي تنتج آلاف الأطنان من الخضروات والفواكه والحبوب. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن، وقالت إنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية. لا محصولات زراعية هنا حتى يلتهمها الجراد، لكنه على ما يبدو قد تعب في رحلته الطويلة العابرة بين القارات، وعليه أن يرتاح.